السلام عليكم، اهلا بكم رفقة الدرب حبيبة القلب. كامل 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 توحشتكم ونقول لكم سمحوا لي لهذا المنظر، يعني الصورة اللي راكم تشاهدوا فيها. ان شاء الله ربي كامل يدخلوا علينا هذا رمضان بالصحة والهنا. شحراني ما تأمنوش، حراني فرحانة بقدوم رمضان، لأن رمضان نموت عليه وكي تجي خارج تغيبني عمري ونبقى نبكي عليه. المهم رايحة نوضح لك وتيتي هاد الصالة. هنا راني في المطبخ، راني نحضر لافي تاع رمضان، يعني اليوم وغدوة رمضان راني ندير فيه شوية شوربة. المهم دوك تشوفوا معايا هنا اللي راكم تسقسوا عليا بزاف وقلتوا لي حنان اختي ما راكيش تباني وراهي وعودك اللي قلتي لنا نكملوا مع بعض تحضيرات رمضان والتنظيف ونكملوا يعني تحضيرات رمضان اللي وعدتكم بها وكامل. حتى المجموعة تاعنا راهي معادة صغيرة ما رانيش نحط فيها، والله ما رانيش حتى ميم با نضيف المنشورات. وقال لي انا راني فيها غير وحدي، مازال ما سقتش اموري. راكم تشوفوا وليدي كيما شفتوه في اول فيديو، توخفت فيه والله. ان شاء الله ادعوا له خواتاتي ربي يشافيه. اللي شفتوه ينظف، وليدي الكبير كيما تعرفوا كان ينظف معايا في المطبخ في تاني نظن فيديو لتحضيرات رمضان او ثالث فيديو. كيما كان ينظف معايا بالكاشير تاع الطوموبيل، وشفتو كامل ينظف معايا. دونك رجلو زعما ربي ستره وصايي خواتاتي، والله ما تامنوش شحال مرضت وشحال راني واقفه معاه نوضو راه بلي بيكي. كان في الخدمه ومع صاحبو، وليسونسيال طاحت عليه حبه فايونس من الفوق، من كاع من الحيط من الفوق، وطحت شغل في رجلو من الفوق. شفتو صبعتينا فوق صبعتيه الفوق فيها هذاك وين نفصلو الرجل على الساق، فتحاتو كاع كامل والدم حبش يحبسلو حتى خيطولو العروق. وقالوا البابا ها اوزمون ربي ستر خرجوا عليه وعده، ما راحولاش العصب. العصب شغل كانوا قريب يتوشاو العصب، ويعني رجلو تروح بعيد الشا وما يقدش يتحكم فيها. ربي سترو خلاص. تاع كيما تعرفوا حنان تدعو لها ودعاوكم ودعاوي الناس ودعاوي الخير ودعاوي التداوي. المهم الحمد لله خيطو داروا له 9 بوان ولا 10 بوان، وراه شويه راه مع التريتمون كاع كيما راكم تشوفوا. دعوا لها ربي يشافي. هذا على وهم ما بنتش، ما كنتش نصور، ما كنتش كاع قلت لها يا ناتي غير بوليدي. المهم قدر الله ما شاء، وان شاء الله كما يقول لك ربي يبعد عليكم وعلينا البلا ان شاء الله يا ربي. المهم هنا خواتاتي هذه اول طاوله رمضان، ما قدرتش نصور لكم كلش، عييت 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 بزاف والمسؤوليه، وراكم تعرفوا واقفه مع وليدي وكاع. هنا راني ندير في الحلو بلا لحم بلا والو، طاجين الحلو عادي راه في القناه اللي بغاتها حبيتو نحطها لكم في صندوق الوصف. البنات صدقوني يجي رهيب، ما يجيش حلو بزاف يجي روعه. وهذا الطاجين شريته جديد يا البنات ما شاء الله سبحان الله. هذاك الغطاء تاعو لي من الفوق ما يسخنش، مهما يطيب ما يسخنش، ترفديه كانه راهو بارد، حتى يديه ما يسخنوش بزاف غير شويه ماشي حاجه. المهم هنا حضرت طاولتي، ما قدرتش نصور لكم كلش، التعب كبير والمسؤوليه راني غير وحدي والله المستعان. موالف وليدي الكبير مسكين يساعدني هكذا، يعاوني في بوراك ينقي لي شلاضاي. المهم هو هكذا معلماته من الصغر جاتني فيها الحمد لله. المهم هذه هي طاولتي، ماشي ما درتش بزاف، ما باباهم قال لي ما تعبش روحك بزاف. هنا درت شلاضه كما راكم تشوفوا فاغي، كنت رايحه ندير ماسيدوان بالديكوغا، باباهم ما حبش قال لي حبس شلاضه خضراء هكا وحدها. وهو الحلو تاعي سامبل عادي ما شاء الله، شوفوا والله ما نحكي، شوفوا فيه هكا سامبل جد وبسيط بصح بنين بزاف، ماشي حلو وخفيف، وراكم تشوفوا الروا تاعو شفافه. ودرت هذاك الفخذ نص تاع الجيكو، هذيك النص تاع الجيكو درتها محمر بالزعتره والحريره تاعها هي درت حريره تاعنا تاع معسكر. او من بعد نبدل في حرير تلمسه، راكم بزاف تطلبوا عليها دوك نحطها لخواتاتي بنينه ما تامنوش والله بنينه بالبزاف.
ونحط لكم وراني دايره شوربه فريك، وانا شوفوا كل دو جوغ تخوا جوغ نوع شرب حريره تاعنا تاع معسكر، حريره تلمسان، شوربه فريك، المرمز كل خطره. والمرمز ما يحبوش راجلي بزاف، ما نديرهش، ما نكذبش على خواتاتي. المهم هذه هي الكويس تاعنا، شوفوا طابت الزبده ودرت البطاطا كيما راكم تشوفوا معاها، حتى من بعد تمين طابت الخضر ميتها باش ما يدخلهاش ليها بزاف وتنحرك، باش ما تنحرقليش البطاطا. المهم هذه هي طاولاتي، بسيطه جد وبسيطه. وشوفوا ديك القطاعه العجيبه اللي وريتها لكم، شوفوا البطاطا تاع المحمر كيفاش قطعتها روعه، للزروديه للخيار، خيارتين شتوم ديكوري في السلطه. وهنا راني حطيت، ان شاء الله ربي يديم علينا النعمه وعليكم، وان شاء الله لاحقا نبدا نحط لكم. اذا حبيتوا اكتبوا لي في التعليقات نحط لكم كل يوم طاوله رمضان، ان شاء الله غير ربي يقدرني. وقلب اللوز هذاك اللي شفتوه راه محطوط في القناه، برك حشيتو باللوز وضفت له اضافات في العجينه، لان العجينه اللي راني حاطتها لكم بدون دهن هذا ضفت له 6 أو 7 ملاعق سمن. اذا حبيتوا قولوا لي نحطها لكم. وهذه هي طاولتي البسيطه، ان شاء الله تنال اعجابكم. ما تنساوش تضغطون باللايك اذا حبيتوا. نقول لكم رمضان كريم، نموت عليكم. اليوم نبدا نصور لكم ان شاء الله ربي يقدرني. مع السلامه، في امان الله.